ايضا كان في لقاء مهم الاسبوع اللي فات، ايضا مباراه الاهلي والجونه ايضا مع 2001، وانتهت بفوز الاهلي بهدفين. سجل اهداف الاهلي اللاعب علي عمرو وعمر رزق. عمر رزق، نروح نشوف مع بعض اهداف اللقاء. زي ما احنا شفنا دلوقتي لقاء الاهلي والجونه مواليد 2001، ويا ريت عايز ارجع للقطه مهمه، يا ريت مخرجنا محمد ضكروري يجيب لي شكل الملعب بتاع ملعب 4 في ملاعب الناشئين في مدينه نصر، الملعب واستعداد السنه دي كمان، يعني القطاع شكل الملعب صراحه حاجه مفرحه جدا. خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله هننقل لحضراتكم مباراه الاهلي على الهواء مباشره هنا، وهيكون في استوديو تحرير، لكن شكل يا ريت تعرض لنا شكل الملعب يا ضكروري. شايفين شكل الملعب بالاعلانات اللي حواليه، ملعب فعلا حاجه محترمه، حاجه تليق بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي بالمجهودات الكبيره سواء من الكابتن خالد بيبو او من كل العاملين وكل الاداريين في قطاع كره القدم في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، حاجه محترمه تستحق الاحترام. بنبارك ايضا لفريق كمان 2001 على العلامه الكامله في دوري الجمهوريه.